انطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 15 خلال الفترة من 17 حتى 24 من سبتمبر الجاري. يشارك في المهرجان أكثر من 30 فرقة تتمثل في الفرق المصرية وفرق من الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر وسط إقبال كبير من الجماهير. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، ضعيني في صورة المهرجان وفعالياته. نعم هبة، بعد التحية بالفعل نتابع معكم بالتحديد من منطقة سور القاهرة الشمالي، حيث تقام فعاليات حفل افتتاح مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 15. هذه الدورة التي تقام تحت شعار رسالة سلام إلى العالم وتستمر من 17 حتى 24 من سبتمبر الجاري. يقام مهرجان هذا العام كما ذكرت بمشاركة أكثر من 30 فرقة، سواء من الفرق المصرية إلى جانب فرق الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، وذلك من 22 دولة حول العالم. بتشارك كندا للمرة الأولى في المهرجان إلى جانب مشاركات من الهند والسودان والجزائر، وأيضا عدد من الدول التي سبق لها المشاركة في الدورات السابقة لمهرجان سماع الدولية. فعاليات المهرجان لا تقام فقط في سور القاهرة الشمالي، ولكن تقام أيضا في عدد من المناطق، منها قبة الغوري وقصر الأمير طاز وبيت السناري وأيضا المتحف القبطي، والذي سيشهد فعاليات احتفالية ملتقى الأديان تحت شعار هنا نصلي معا، وذلك في 22 من سبتمبر الجاري. بدأت فعاليات حفل الافتتاح في تمام الساعة 9 بعدد من التكريمات لضيف شرف المهرجان هذا العام، وهي دولتي كندا والهند، إلى جانب أيضا عدد من الشخصيات من مصر وعدد من الدول المشاركة. وتستمر الفعاليات حتى هذه اللحظة وسط أجواء روحية وأيضا استمتاع من الجماهير لما يقدم في حفل الافتتاح، والذي سيستمر فعاليات المهرجان حتى 24 من سبتمبر الجاري. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك جرمين إبراهيم، مراسلة التلفزيون المصري.